الأخ أيمن، شيخنا سأل عن قراءة الفاتحة على الميت اللي هي مشروعة. صلاة قراءة الفاتحة بأن الإنسان يأتي إلى القبر فيقرأ الفاتحة ثم يذهب ويلتزم هذا الأمر، بأنه كل ما صلي على جنازة قرأ الفاتحة، وكل ما مر على ميت يقرأ الفاتحة ويقتصر على ذلك. هذا ليس عليه دليل، هذا الفعل ليس عليه دليل، وبالتالي ليس مما يشرع. نعم، قراءة القرآن وإهداء ثواب القراءة للميت مما اختلف أهل العلم في حكمه، فأكثر أهل العلم على جواز إهداء ثواب القرب إلى الأموات، ومن ذلك قراءة القرآن سواء الفاتحة أو غير الفاتحة من آيات القرآن وإهداء ثوابها إلى الميت، وهذا محل خلاف عند أهل العلم. فالذين يقولون بجواز ذلك، يعني بجواز إهداء ثواب القرب للموتى، نعم على هذا المحمل. أما أنه يقرأ الفاتحة عند بعد كل صلاة جنازة أو كل ما مر على قبر ميت أو يأتي الميت فيقول اقرأ الفاتحة، فلا يوجد دليل على فعل هذا الأمر والتزام هذا الأمر في كل زيارة للقبر يأتي القبر، إنما الذي شرع الدعاء للموتى. وأن تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، اللهم اغفر لهم وارحمهم، فتدعو لهم بما ينفعهم من الدعاء الذي وردت السنة به في أن الزائر للموتى في المقابر يدعو لهم بمثل هذه الأدعية، والتزام الفاتحة بدون الدعاء، وأنه إذا زار المقابر أو زار قبر فلان أو من الموتى يلتزم قراءة الفاتحة، أو يجلس مع الناس ويقول روح نقرأ الفاتحة على روح فلان ويلتزمون هذا، وأنه لا تقرأ إلا الفاتحة، فهذا لا دليل عليه، والله أعلم.